أخبار اليوم. يعني كنا محتاجين الفوز ده لاني اعتقد ان احنا ماتشين الاولانيين قابلنا صعوبات كبيره، يمكن عدم بدايه الدوري، عدم جاهزيه اللعيبه، عدم اكتمال اللياقه البدنيه لاغلبيه اللعيبه اللي كانوا موجودين، فاعتقد انها اثرت علينا في مباراتين كانوا كوي، ولكن الحمد لله احنا بدانا نستعيد تاني. واعتقد ان المباراه دي كانت فوز مهم بالنسبه لنا، ثلاث نقط مهمين معنويا بالنسبه لنا. ان شاء الله مباراه العوده اهم، لان اعتقد ان دي كمان هتخلينا موجودين بشكل قوي، ان احنا نكون موجودين في المنافسه بمشيئه الرحمن على بطاقه الصعود اللي هم مفكرين. شفنا الجهاز الفني بيدفع بوسط لاعبين جدد، بنشوف عمرو السوليه، بنشوف ابراهيم صلاح، بنشوف سعد سمير، بنشوف الشناوي. ايه الفرق بين ماتش بوتسوانا وماتش السنغال وماتش تونس؟ والله بص، عايز اقول لك على حاجه. هو طبعا يعني زي ما قلت لك، لما الدوري بدا ولما في اربع اسابيع اتلعبت، فبدا تبقى الفرصه كبيره طبعا لكابتشا وغريب وجهازه ان هو يقدر يشوف لعيبه موجوده ويقدر يشوف لعيبه، يبقى الفرصه قدامه متاحه ان يشوف عدد اكبر من اللعيبه.